بنور كان. نبتدي فعلا بالمنتخب الاولمبي. المنتخب لعب بالمباراتين الاولين، مباراه الارجنتين واسبانيا قبلها واسبانيا. طبعا من ساعه ما بدانا البطوله هو المنتخب ظهر بصوره كويسه بالنسبه للحته الدفاعيه، يعني الشق الدفاعي المنتخب اداه بدور كويس جدا، لان الكابتن شوقي غريب مامن الحته الدفاعيه بعد ما ضم حجازي والونش والشناوي، دول فرقوا كتير مع خط ظهر المنتخب مع الكابتن شوقي غريب. لكن الشق الهجومي انا شايف لغايه دلوقتي ان هو ما اداش المطلوب منه، بدليل ان احنا ما حرزناش اي اهداف لغايه دلوقتي في البطوله. يعني تعادل الثانيه كوت ديفوار احرزت اهداف، السعوديه، جنوب افريقيا، منتخبنا بالذات ما حققش اي اهداف لغايه دلوقتي، لان الحته اللي هي اللي قدام بحس ان فيها عقم شويه او فيها تقصير. ممكن بقى نتكلم على طريقه اللعب، نتكلم على لعيبه الوسط، لان مش عايزين نظلم احمد ياسر ريان. احمد ياسر ريان هداف الدوري المصري واحرز اهداف كتير جدا، مفيش مسانده ومفيش فعاليه في الثلث الاخراني، فدي طبعا اثرت علينا في المباراتين اللي فاتوا، بدليل ان احنا حصلنا على نقطه بس وما سجلناش اي اهداف. النهارده انا عندي بس نقطه عايز اسال حضرتك فيها، هل ده راجع ان احنا ما كناش يعني عارفين نلعب بالشكل اللائق، ولا فكره ان هي خطه موضوعه؟ انا بلعب بخمسه اربعه واحد، كنت مع اسبانيا على سبيل المثال، انا عايز ادافع، انا مش عايز اهاجم. هل النهارده بنتكلم ان انت لازم تهاجم خلاص، ان المباراه فيصليه، العب بقى باربعه اتنين تلاته واحد، هاجم، دخل لي، يعني ما هي دي النقطه. السياسه ايه؟ مفيش اللي بيحدد مصيرك انت. يعني احنا دلوقتي المنتخب عايز يصعد لازم يكسب النهارده، عشان تكسبي فيها متطلبات كتير في الملعب، وفي واجبات، في مهام، وفي طريقه لعب. الطريقه الفتره اللي فاتت حاسس الحته اللي فوق قليله جدا، عشان قلت في البدايه ايه، الشق الهجومي ما تقداش على اكمل وجه، الشق الدفاعي اتأدى كويس جدا جدا بعد ما ضم العناصر اللي هي الدفاعيه. واحنا لا هنتصعد ولا هنشوف خير طول ما احنا بندافع بس. ايوه، لا هي برضو ايه، مش دفاع بس، وممكن يبقى في دفاع. اصل احنا بقالنا ايام في 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 يعني ايه نغمه كده دايره، فكره ان بالذات بعد ماتش اسبانيا ان احنا في الدفاع ابهرناهم بدفاعاتنا. النوع ده من الكلام هو لطيف، ان انت يكون عندك خط دفاع مميز وقوي وعامل شغل، بس انت هتفوز ازاي بالدفاع؟ انت لازم هتفوز بالهجوم وبالتهديف. اكيد، ما قلت لحضرتك انت يعني ايه الحته دي، الشق الهجومي ما يتعملش، الشق الدفاعي يتعمل، يبقى في تقصير في الحته اللي فوق. طبعا ان اي فرقه لازم يكون الدفاع كويس، لو الدفاع مش كويس مرمقه تتلقى اهداف، والدفاع مش هيبقى مركز، ويبقى المحصله ان هي ممكن تخسر، ممكن تتعادل. بس الحته اللي فوق انت لما بتسجل، اللي ما بيسجلش اهداف بيتسجل فيه اهداف. فطبعا مباراه النهارده مصريه جدا جدا، طبعا مفيش مفر، يعني مش عايزين ايه نقول ايه لو دول اتعادلوا او دول كسبوا، لان انت دلوقتي احنا عندنا نقطه واحده، الارجنتين عندها 3 نقاط، استراليا 3 نقاط، اسبانيا 4 نقاط. النهارده لو اسبانيا تعادلت مع الارجنتين يبقى الدنيا خلصت معاك، بس انت تلعب تأدي بشرف وتكسب، لان ممكن الكوره فيها متغيرات، ممكن يحصل اي نتائج تبقى لصالحك، بس انت المهم ان انت تعمل ايه، تبدا بنفسك تكسب. فالحته اللي فوق لازم يكون في تركيز عالي النهارده، لازم يكون في ضغط، لو جت اي فرص سنحت فرص للفريق المصري لازم تسجل. يعني الماتش اللي فات جت فرص قليله، بس انت لو سجلت منها كنا ممكن تفوقنا في المباراه اللي فاتت. الشوط الثاني جه احنا تلقينا الهدف والمنتخب وقف بعد كده، ما حسيتش ان في تواجد في الملعب. فمش بصراحه دي حته في في في, في اغلب المشاركات للمنتخبات سواء الاولمبي او الفريق الاول، غير الفتره بتاعت الكابتن حسن شحاته، حته الهجوميه بتبقى معدومه. ثلاث ارباع المنتخبات على مر العصور تلاقي مركزين جدا للحته دي. لما شاركنا في كاس العالم شخصيا قبل كده، مش فاكر كان بنلعب انهي فريق من الفرق اللي واجهناها، ايرلندا ابهرنا العالم بالدفاع، يعني هم حتى الفريق المنافس كان واقف قدامنا مش فاهم ايه ده، بس برضه ايه، عدينا مباراه هولندا بطريقه هجوميه وكان في شغل في الملعب ووصلنا كتير لما تعادلنا 1-1. بتكلم برضه الحته الايه، اي منتخب انا بشوف منتخبات الثانيه بحس ان ليهم شكل واداء هجومي مميز جدا جدا، ممكن يخسروا بس يبقى في فعاليه وتحس ان في طريقه لعب. احنا اغلبيه المباريات بتاعتنا يا المدرب كاشش لحسن لا قدر الله يتغلب بسكور يشيلوه، فالثقه دي بتمنى تكون موجوده الفتره اللي جايه. العب وادي اداء كويس والعب
اخسر اخسر بشرف باداء. النهارده انت ممكن تكسب وتطلع بره لا قدر الله، بس المنتخب الناس هتتكلم عليك كويس. قدمت كوره حلوه، قدمت مردود كويس، احرزت اهداف، والشكل العام ان انت عندك فرقه على الارض. انما انا الواحد بيزعل لما 90 دقيقه تلاقي الفرقه كشه ورا، الخطوط بعيده بالنسبه لخط الفيرود، الناس بتتظلم. يعني انا عندي مثلا في عادل بتاع بيراميدز ده لعيب كويس جدا، بصوا الامكانيات اللي عنده ما طلعتش، طريقه اللعب لازم يكون فيه يحررهم حته اللي قدام. ناصر عادل كان ناصر ماهر بتاع النادي الاهلي ده لعيب كويس جدا جدا جدا، صانع لعب وممكن يوصل الناس، كان بعيد الفتره اللي فاتت، فات جزء بسيط. مثلا في عمار في نص الملعب، تشكيل النهارده هو زي يعتبر المباراه اللي فاتت، ممكن يكون في تغيير بسيط في لاعب واحد. بنتمنى الاداء يكون قوي والمنتخب يؤدي ونحرز اهداف، والنتيجه دي الثانيه بتاعت ربنا، بس انت تؤدي اداء بقوه. بالظبط، بس كمان استراليا عندها غيابات، يعني ربما ده يكون شيء لمصلحتنا، قصدك يكون في صالحنا. بصي ممكن يكون في غيابات كتير، بس المهم انت هتعمل ايه. انا هعمل ايه في المباراه، ممكن يكون عنده عنصر او اثنين مؤثرين ما لعبوش، انت بقى لازم تستغل الحته دي. هي دي وبقوه. انا نفسي بس اشوف اداء هجومي، نفسي اشوف في المنتخب اداء هجومي، وفي يعني كتره عدديه فوق، ونوصل كتير ونسجل ان شاء الله، يبقى لنا شكل يعني جميل. طيب.